أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار. نستهلها من مدينة الدخلة، حيث تم أمس تدشين المقر الجديد للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط لجهة الدخلة واد الذهب، خلال حفل ترأسه المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي. عبد اللطيف بن طلب وباقي التفاصيل. مقر جديد للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط لجهة الدخلة وادي الدهب. مقر دشن بحضور المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي. المبنى الجديد أنجز بتكلفة إجمالية ناهزت 3 ملايين درهم، ويتكون من 8 مكاتب وقاعة للاجتماعات والندوات، وقاعة للأرشيف وأخرى للضبط التقني، كما تمت إعادة تجهيز المقر بوسائل ومعدات تقنية. غادي اللي بدا تيأسس لواحد اللبنه ديال تكوين واحد اللجنه جهويه ديال المندوبيه الساميه للتخطيط، ووضع قاعده ديال المعطيات ديال الجهه في الموقع الالكتروني ديال الجهه. المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط ستعمل على إنجاز البحوث الإحصائية وكل العمليات الرامية إلى جمع المعلومات في ميادين الإحصاء، كما تتطلع المديرية بمهام إنجاز الدراسات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي والمساهمة في إعداد برامج التنمية ورصد الظرفية الاقتصادية بما فيها سوق الشغل ووضعية التضخم والأسعار. وفي أعقب هذا التدشين، أكد المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي بالدخلة أن التعبئة الشاملة تعتبر عنواناً لنجاح عملية الإحصاء العام للسكان والسكنة 2024، والتي ستنطلق يوم الفتح من شتنبر المقبل. شيماء باكا في المتابعة. في إطار عملية الإحصاء العام للسكان والسكنة 2024 التي ستنطلق يوم فتح شتنبر المقبل، أكد المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي علمي خلال لقاء نظم بالداخل أن التعبئة الشاملة تعتبر عنوانا لنجاح هذه العملية. وخلال هذا اللقاء المندرج في إطار جولة تنطلق من مدينة الداخل لتشمل مختلف ربوع المملكة بهدف تسليط الضوء على العملية الإحصائية، أكد السيد الحليمي أنه تم توفير كل الشروط الضرورية من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الكبير الذي دأب المغرب على إنجازه كل 10 سنوات، وذلك تنفيذا لتعليمات الملكية السامية الواردة في رسالة جلالة الملك محمد السادس الموجهة إلى رئيس الحكومة. كانت هذه مناسبة باش نطرقوا لجميع الجوانب العملية واللي كان فيها تجاوب كبير ما بين العروض ديال المندوبية السامية للتخطيط وجميع الفعاليات اللي موجودة في المنطقة. المندوب السامي للتخطيط أضاف بهذه المناسبة أن الأعمال الخرائطية التحضيرية تعتبر ضرورية لإنجاز الإحصاء وضمان شموليته، موضحا أن هذه الأداة تميزت برسم إحصاء 2024 باعتماد نظام معلوماتي مندمج مكن من تحيين محتوى الخرائط الرقمية والتوطين الخرائطي للبنايات والمنشآت الاقتصادية والتجهيزات الجماعية باستخدام اللوحات الرقمية والاعتماد على صور الأقمار الصناعية عالية الدقة. الحمد لله العملية استمرت قرابة سنة، يعني من أبريل 2023 حتى نهاية مارس 2024، ومكنتنا أننا نكون تقريبا 37,109 منطقة إحصاء اللي تعتبر رقعة جغرافية لها حدود واضحة تتعهد الباحث أثناء إنجاز الإحصاء. وتعد عملية الإحصاء العام للسكان والسكنة بمثابة الأساس المرجعي الذي يتيح توفير معلومات تمكن من تحديد القدرة على النمو بالنظر لطبعها الشمولي، ستسمح بتحديد وضعية كل فرد مقيم بالمملكة وكذا ظروفه المعيشية ووضع البلاد من مختلف النواحي وعلى كافة المستويات. وفي إطار الاحتفاء بعيد الشباب المجيد، طرح بنك المغرب ورقة بنكية جديدة للتداول من فئة 20 درهما. الورقة البنكية الجديدة تسلط الضوء على التراث المعماري المغربي الغني والتطور السوسيوثقافي للمملكة. بقي تفاصيل مع رضوان مستقيم.
بنك المغرب يطرح للتداول ورقة بنكية جديدة من فئة 20 درهما، وذلك في إطار الاحتفاء بعيد الشباب المجيد. هذه الورقة البنكية تتميز باستخدام أحدث التقنيات في مجال عناصر الأمان كخيط الأمان متغير اللون ذي الحركة الديناميكية والشريط القزحي على الظهر والرسومات ذات العلامات البارزة الخاصة بضعاف البصر وكذا الأرقام التسلسلية التصاعدية. الورقة البنكية الجديدة من فئة 20 درهما تسلط الضوء على التراث المعماري المغربي الغني والتطور السوسيوثقافي للمغرب. وجه الورقة البنكية يتضمن صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وشعار المملكة، وكذا زخرفة معمارية مستوحاة من الأبواب المغربية ومنظرا منمقا لجامعة القرويين بفاس. أما ظهر الورقة البنكية فيشمل رسوما تمثيلية فنية لكل من المسرح الكبير بالرباط ومتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، ومدرجا لمنشأة رياضية ورسما منمقا لقصبة أيت بن حدو. جميع مراحل تصميم وإنتاج هذه الورقة البنكية الجديدة أنجزت بشكل حصري من قبل الكفاءات المغربية التي تزخر بها دار السكة. ننتقل إلى فاس، حيث ترأس ولي جهة فاس نكناس عامل عمالة فاس سعيد زنيبر حفلة تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بعمالة فاس في إطار الحركة الانتقالية التي أجرتها مؤخرا وزارة الداخلية. عبد اللطيف بن طالب وباقي التفاصيل. ولجهة فاس مكناس عامل عمالة فاس سعيد زنيبر يترأس حفلة تنصيب رجال السلطة الجدد بعمالة فاس في إطار الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية. السيد زنيبر أبرز الإطار العام الذي يحدد هذه العملية التي همت على مستوى عمالة فاس ما مجموعه 28 رجل سلطة ضمنهم رؤساء دوائر وباشوات وقياد، موضحا أن هذه الحركة الانتقالية تندرج في إطار المفهوم الجديد للسلطة الذي أسسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مفهوم يرتكز على تعزيز دولة الحق والقانون وحماية المرافق العمومية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وكذا النهوض بالشراكة الفعالة مع جميع الفاعلين المحليين وتتبع تنفيذ البرامج الاجتماعية. هذا وتم بمقر عمالة إقليم طاطا تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بالإقليم في إطار الحركة الانتقالية التي بشرتها وزارة الداخلية. نتابع تقرير رغدة قبوري. بمقر عمالة إقليم طاطا تم تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بالإقليم في إطار الحركة الانتقالية التي بشرتها وزارة الداخلية. تنصيب المسؤولين الترابيين الجدد وعددهم 4 جرى خلال حفل ترأسه عامل إقليم طاطا صلاح الدين أمال بحضور ممثلي الهيئة القضائية ورؤساء المصالح الخارجية ورؤساء المصالح الأمنية والمنتخبين المحليين وممثلين عن فعاليات المجتمع المدني. هذه الحركة الانتقالية التي بشرتها وزارة الداخلية تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تدشين نموذج جديد لتدبير الكفاءات في الوظيفة العمومية والترشيد الأمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة. وفي سياق ذي صلة أقيم أمس بمقر عمالة إقليم الحوز حفل تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بالإقليم، وذلك في إطار الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية والتي تندرج ضمن التدابير التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة الترابية. عودة مع عبد اللطيف بن طالب. بمقر عمالة إقليم الحوز حفل لتنصيب رجال السلطة الجدد المعينين في إطار الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية ضمن التدابير الهادفة إلى تعزيز كفاءة الإدارة الترابية. هذه الحركة الانتقالية شملت 27 رجل سلطة، من بينهم 12 رجل سلطة وافد على الإقليم من مختلف عمالات وأقاليم المملكة، منهم عبد الملك بي موسى الذي عين كاتبا عاما لإقليم الحوز قادما من جهة طنجة طوان الحسيمة،
ورئيس قسم الشؤون الداخلية الإقليمي إبراهيم بوعراب الذي كان يشغل المنصب نفسه بإقليم زاجورة، إلى جانب 9 سيغادرون الإقليم و5 رجال سلطة تمت ترقيتهم بالإقليم نفسه. عامل إقليم الحوز رشيد بن شيخي دعا رجال السلطة إلى العمل الجاد والمواظبة والتحلي بروح المبادرة الفعالة والمنتجة بإيلاء المواطنين كامل العناية والاهتمام وتمكينهم من شروط العيش الكريم حتى يجسدوا المفهوم الجديد للسلطة. ننتقل هذه المرة إلى إقليم تونات، حيث أصبح مجموعة من رؤساء تعاونيات يتوافدون على المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي للاستفسار وطلب الانخراط، خاصة من لم يتمكنوا من الانخراط خلال الموسمين الماضيين بسبب ارتكابهم جنحا تتعلق باشتغالهم في القنب الهندي دون ترخيص. نتابع. مجموعة من مسؤولي التعاونيات يتوافدون على المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بإقليم تونات للاستفسار وطلب الانخراط، خصوصا لمن لم يتمكن من الانخراط خلال الموسمين الماضيين. نشكر صاحب الجلالة على العفو الشامل للفلاحين اللي كانوا متابعين في زراعة القنب الهندي، ودابا تحت لهم فرصة أننا ندمجوهم في التعاونية باش يوليو بحالهم بحال الفلاح الآخرين. وجيت لجيت للوكاله باش نسول واش يعني هذا الفلاحين العام اللي دات كانوا يكتضوا علينا بانهم خصهم يندمجوا في هذا المشروع الجديد ديال القنب الهندي. هنا حاليا عندنا 24 فلاح، العام الجاي ان شاء الله غنستطيعوا اننا نقدر نوصلوا حتى 34 حتى 50 فلاح، ونحاولوا ناطروا الناس هما باش انهم ينخرطوا في هذه المبادره الملكيه لتقنين القنب الهندي لاغراض طبيه وصناعيه. العفو الملكي على مجموعة من المزارعين الذين كانوا يشتغلون في القنب الهندي غير المرخص خلف ارتياحا بالغا في صفوف الفلاحين وأسرهم. جاء العفو الملكي، هذه يعني التفاتة إنسانية بغض النظر على الجوانب الأخرى، ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي، إنسانية بالأساس. الآن هذا البعد الاجتماعي ديال هذا الرعاية الملكية السامية غتسمح لهذ الأشخاص هذو بالاندماج مرة ثانية في المجتمع. هادو ناس الآن اللي غادي يوليو يخدموا ويعيشوا برأس مرفوع، لأنه تم العفو عليهم، وبالتالي غيندمجوا في وسط الأسر ديالهم، وغيندمجوا في المجتمع ديالهم، وغيندمجوا في النسيج الاقتصادي ديالهم. جلالة الملك نصره الله كان قد تفضل بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بإسباغ عفوه المولوي على عدة أشخاص مدانين أو متابعين أو مبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي. نتابع الآن مشاهدينا بالأخبار الدولية. اختتم الحزب الديمقراطي الأمريكي يشغل مؤتمره الوطني في شيكاغو مساء أمس بقبول كامالا هاريس ترشيح الحزب لها للانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر المقبل، وذلك في خطاب عرضت فيه رؤيتها وأولوياتها، مؤكدة أنها في أفضل موقع لتوحيد الأمة ضد منافسها الجمهوري دونالد ترامب. وأمام جمهور غفير عبرت هاريس عن السعادة والتفاؤل والوطنية باعتبارها قيما أساسية لحملتها الانتخابية، ولضمان دعم أكبر عدد ممكن من الناخبين الأمريكيين في ظل تطلعها لأن تصبح أول امرأة ذات بشرة سوداء تصل إلى البيت الأبيض. وكانت كامالا هاريس قد ترشحت للرئاسة للمرة الأولى في عام 2019، وسرعان ما أوقفت حملتها الانتخابية قبل أن يختارها بايدن لتكون نائبة للرئيس. ننتقل هذه المرة إلى تايلاند، حيث أكدت تقارير إعلامية فقدان 9 أشخاص أمس إثر تحطم طائرة كانوا على متنها في غابة جنوب شرق العاصمة بانكوك. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن عمليات البحث عن الركاب 9 لا تزال متواصلة، حيث يرجح أنهم لقوا مسرعهم،
وكان الأشخاص التسعة وهما طيران وسبعة ركاب في طريقهم من مطار سوفار نابومي في بانكوك إلى مقاطعة تيرات عندما وقع الحادث. ننتقل إلى بنغلاديش، حيث أفادت وزارة إدارة الكوارث والإغاثة في البلاد بأن ما لا يقل عن 13 شخص لقوا مصرعهم جراء الفيضانات التي تشهدها مختلف أنحاء البلاد والتي تضرر منها نحو 4.5 مليون شخص. وذكرت الوزارة في بيان أن حوالي 190,000 شخص نقلوا إلى مراكز إيواء مؤقتة، مشيرة إلى أن 11 من أصل 64 منطقة إدارية تضررت من هذه الفيضانات. وتعد بنغلاديش من أكثر الدول عرضة لوقوع كوارث طبيعية ولتداعيات التغير المناخي بحسب المؤشر العالمي لمخاطر المناخ. ودوليا، دائما أصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطانية تحذيرا باللون الأصفر بعد أن ضربت العاصفة ليليان معظم أنحاء شمال إنجلترا واسكتلندا وويلز. العاصفة تسببت في قطع الطرق وتعطيل حركة السير. شيماء بكا وبقي التفاصيل. هي مشاهد تلخص وضع مدن واقعة بإنجلترا، انهيارات أرضية وطرق مقطوعة، وضع كارثي عاشته البلاد بسبب العاصفة ليليان والتي تسببت في تعطيل عدة رحلات، كما أدت إلى تدمير العديد من الطرق والجسور وغيرها من البنية التحتية. عمال الطوارئ يصلون الليل بالنهار لإزالة الأشجار المتساقطة من الطرق بسبب الرياح القوية والأمطار الغزيرة التي عرفتها مدن شمال غرب إنجلترا، كما واجهت خدمة ترام في مدينة مانشستر اضطرابات بعد أن غطت الأشجار المتساقطة المسارات. مكتب الأرصاد الجوية البريطاني من جانبه أصدر تحذيرات باللون الأصفر، داعيا المواطنين التزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة خشية تفاقم الوضع. عودة الآن إلى الأخبار الوطنية، ونستأنفها من السمارة، حيث تم تدشين وتفقد عدد من المشاريع التنموية، وذلك بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب. وهكذا أشرف عامل الإقليم حميد النعيمي رفقة وفد ضم عددا من المنتخبين وشيوخ وأعيان القبائل ورؤساء مصالح خارجية وشخصيات مدنية وعسكرية على تدشين مقر المندوبية الإقليمية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير. المزيد مع رغدة قبوري. بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب، تم بمدينة سمارة تدشين وتفقد عدد من المشاريع التنموية، منها تدشين مقر المندوبية الإقليمية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير على مساحة 600 متر مربع بكلفة تقدر ب 1.4 مليون درهم. تم تدشين مقر النيابة الإقليمية الجديدة بإقليم سمارة، وهو مرفق وصرح إداري مهم جدا، سيخلق طفرة إدارية نوعية بهذا الإقليم، وطبعا سيقدم خدمات يعني إدارية جيدة لكافة المرتفقين وأسرة المقاومة للتحرير. بجماعة سيدي أحمد العروسي تم تدشين مشروع كهرباء متجر وادي السقي الحمراء. المشروع يندرج في إطار برنامج تدارك الخصائص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزاً. هذا المشروع يندرج في مصلحة المواطنين ومصلحة حي الساكنة، وكان الحمد لله هذا المشروع كنا نحلم به ومصبح الحمد لله على أرض الواقع وكان موجود الحمد لله، وأعطى انطلاقة الضوء بصفة رسمية الحمد لله. كما تم بالمناسبة تقديم برنامج بناء الملحقة الإدارية الثانية والملحقة الإدارية السادسة، وكذا تفقد مشروع إعادة تهيئة الملحقات الإدارية الرابعة والخامسة والسابعة. وختام النشرة من مدينة تطوان، حيث انطلقت فعاليات دورتها 12 لمهرجان أصوات نسائية، والمنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المهرجان يروم تسليط الضوء على عطاءات الفنانات المغربيات وكل فنانات العالم بغية نشر رسالة تضامن وانفتاح وتسامح. نتابع بقية تفاصيل في تقرير رضوان مستقيم.
مسرح إسبانيول بتطوان، حيث رفع الستار على فعاليات الدورة الثانية عشر لمهرجان أصوات نسائية المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. حفل افتتاح هذه الدورة الذي تميز على الخصوص بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، عرف تكريم كل من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، ورئيسة المجلس الجهوي للسياحة بجهة الشمال رقية العلوي، والإعلامية زبيدة فتحي، ورئيسة جمعية سند لرعاية العجزة وذوي الأمراض النفسية نعيم البحاتي، بالإضافة إلى تعاونيتي فيجيتا لاند وأغصان. L'association Voix de Femmes qui a été créée en 2008. جمعية أصوات نسائية التي تأسست سنة 2008 تعود من جديد للاحتفاء بالإبداع الفني النسائي من خلال مهرجان أصوات نسائية في دورته الثانية عشرة، وذلك تحت شعار المرأة شريكة أساسية من أجل تغيير مستدام. شعار الدورة يتماشى مع توجيهات الملكية السامية التي تسعى إلى تعزيز حقوق المرأة المغربية أكثر فأكثر وتحسين أوضاعها الاجتماعية ودعم دورها الحيوي في تنمية مستدامة وتحديث المجتمع المغربي. جمهور المهرجان العريض العاشق للثقافة والفن استمتع خلال هذا الحفل الافتتاحي بعرض موسيقي مزج بين فني الفلامينغو والموسيقى الأندلسية. بهذا الخبر نكون إذن قد وصلنا مشاهدينا لنهاية النشرة، لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار. دمتم في أمان الله.